إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإنه ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
ملئت حرسا شديدا، 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 ملئت حرسا شديدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، 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 ملئت حرسا شديدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، 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 ملئت حرسا شديدا. يحرسنا العين، يحرسنا العين القوية لا تبطل في بطنها وفي صدرها وفي دماغها وفي الأرحام. يحرسنا العين القوية منذ الصغر، العين التي تقتل وتمرض، العين المدمرة سهام العين. يحرسون عقد العين الكبيرة، عقد كبيرة 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 وعظيمة. يحرسنا السحر، يحرسنا السحر وعقد السحر كي لا تبطل. يحرسونها بحراسة شديدة، بحراسة شديدة كي تبقى مريضة ويتعطل الشفاء والزواج، كي تبقى الأخت تعاني رغم أنها مؤمنة طيبة القلب تحب الله ورسوله وتذكر الله بالليل والنهار، ولكنهم يحرسون السحر ويحرسون العين القوية ويحرسون العين الحاسدة لكي تبقى تعاني تعاني وإلى الأبد. ولكن خبتم، خبتم وخسرتم، خبتم وخسرتم، خبتم وخسرتم، لأن الله سينصرها عليكم، لأنها إنسانة طيبة، لأنها مؤمنة منصورة، منصورة من رب العالمين. يسخر الله لها كل شيء رغم التعطيل وما تفعلونه، إلا أن الله يسخر لها كل شيء، يسخر من يتعاون ومن يعالج، ويسخر الله لها كل شيء رغما عنكم ورغما عن إبليس وشياطينكم الذين تتعلمون منهم الظلم والعدوان. الله يسخر لها كل شيء لأنها إنسانة تقية مباركة تحب الله ورسوله. ومن الذاكرين لله والذاكرات، ومن الذاكرين لله والذاكرات، الله ابتلاها بالسحر لتخرج من الدنيا صفر من السيئات وعندها جبال من الحسنات ورفعة عند الله في الدرجة العلى في الفردوس الأعلى مقامها بإذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مهما حرستم وشددتم في الحراسة وتحرسون العين القوية وتحرسون السحر، إلا أننا سنزلزل كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. ستزلزل الحصون وتتزلزل الحراس ويحترقون ويشتعلون وتشتعل فيهم النار بإذن الله الواحد القهار الآن وبسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا،
زلزالا وزلزلوا زلزالا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا وزلزلوا زلزالا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا وزلزلوا زلزالا وزلزلوا زلزالا شديدا 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 بسم الله يزلزل الحراس بصلاتها بسجودها بسم الله يزلزل الحراس بقيامها بركوعها بسم الله يزلزل الحراس بكل صدقة تقدمها بيمينها بسم الله يزلزل الحراس السحر والعين والحسد بسم الله يزلزل حراس 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 السحر والعين والحسد بسجودها بقيامها بركوعها بصلاتها باستغفارها بالصلاة على النبي بسم الله يزلزل حراس السحر ملوكا وجنودا حراسا وخداما بسم الله يزلزلون عن اليمين وعن الشمال بسم الله يزلزل حراس السحر والعين حراس السحر والعين القوية حراس السحر والعين القوية حراس السحر والعين المستمرة حراس السحر والعين القوية حراس السحر والعين التي تمرض حراس السحر والعين التي تقتل حراس السحر والعين التي تمرض بسم الله يزلزل حراس السحر بسم الله يزلزل حراس السحر الذين يشعلون النار في جسدها بالعقد الذين يشعلون النار في جسدها بالعقد والألام بالعقد والألام والأوجاع بالعقد والتعطير بالعقد والألام والأوجاع بالعقد والتعطير كل شيء وبالعقد وتعطير كل شيء بالعقد وتعطير كل شيء بالعقد وتعطير كل شيء بالعقد وتعطير كل شيء بالعقد وتعطير كل شيء كل شيء هو خير لها 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 يعطلونه حسدا يعطلونه بغيا وظلما يعطلونه بغيا وظلما يعطلونه خدمة لإبليس والشيطان الرجيم يعطلونه خدمة لأسيادهم يعطلونه خدمة لأسيادهم يعطلونه خدمة لأبس التاج خدمة للمس التاج خدمة للمس التاج السحري تاج السحري تاج السحر خدمة للتاج خدمة للتاج والسحر إطاعة لأسيادهم مرضوها طاعة لأسيادهم عكبوها طاعة لأسيادهم مرضوها مسكين مرضوها مؤمن صالح مرضوها مسكين مرضوها مؤمن صالح طيبة القلب مرضوها مسكين طيبة القلب مرضوها بالعقد بالآلاف الآلاف من العقد أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين من شر الأعين التي في البطن وفروعها في الرأس أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين في البطن والمعدة وفروعها في الأقدام أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين وصولها في البطن وصولها في البطن وأطرافها في اليدين والذراع أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين المعقودة في البطن منذ سنين 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 طويلة أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين من شر الأعين من شر الأعين المعقودة في المخ والدماغ والذكاء والناصية والدماغ والذكاء والناصية والدماغ والذكاء والناصية أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين القوية المعقودة في الدماغ والمخ المعقودة في الذاكرة المعقودة في المخ والدماغ المعقودة في الوجه وبين العيون
العيون المعقود في الوجه وبين العيون والناصية وإيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين المعقود في الأطراف والدماء والأعصاب والشرايين والأويلة والعظام والمفاصل أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين المعقودة في الظهر وأسفل الظهر المعقودة في الفقرات والظهر وأسفل الظهر أعيدك بكلمات الله التامات من شر كل عين كبيرة قوية من شر كل عين كبيرة قوية أصلها في الأرحام والمبايض مكان تقل فيه النظافة مكان تنشط فيه الأرواح الخبيثة مكان تنشط فيه الأرواح الخبيثة بسم الله تبطل كل عين قوية في الأرحام والمبايض وفروعها في البطن والمعدة والأكتاف والرجلين والأقدام والساقين أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين من شر الأعين المعقودة حول الكفين والركبتين لتعطيل الرزق والعمل أعيدك بكلمات الله التامات من شر كل عقدة كبيرة في الجهة اليسرى من شر عقدة كبيرة في الجهة اليسرى في الكتف عقدة كبيرة في الكتف الأيسر عقدة أصلية تفرعت منها جميع العقد أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين المعقودة حول وجهها وعيونها المعقودة في النواصي وحول الأرحام والمبايض المعقودة حول الرقبة والحنجرة والمعقودة حول الذكاء والوجه والعيون أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين المعقودة على ذكائها وجمالها المعقودة حول زواجها وتعطيل الزواج وسلف الخطاب أعيدك بكلمات الله التامات من شر الأعين التي تتقوى بها الشياطين في الجسد والتي تتقوى بها الأبانث في الجسد ويحرسونها في الأطراف والمفاصل بسم الله تفتح كل عين كبيرة في جسدها تفتح بإذن الله والأقفال بسم الله الفتاح تفتح أقفال العين القوية والحسد القوي بسم الله الفتاح تفتح أقفال الحسد في المسام والأنامل والجسد في الدماغ تفتح أقفال العين القوية والحسد في المسامل والأطراف والأنامل والظهر والأطراف تفتح أقفال العين والحسد بسم الله تفتح أقفال العين والحسد في المسام والدماء والأعصاب والجسد بسم الله تفتح أقفال العين والحسد في المسام واليدين والقدمين والأنامل والجسد بسم الله تفتح أقفال العين والحسد في الأوردة والعروق في العظام والمفاصل في الأوردة والعروق بسم الله تفتح أقفال العين والحسد في الأوردة والعروق في الدماء والأعصاب في العظام والمفاصل والجلود بسم الله الفتاح تفتح أقفال العين والحسد أقفال
أفعل الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أفعل الصد عن الصلاة، أفعل الصد عن الزواج، أفعل الصد عن الرزق الحلال. بسم الله تفتح أقفال العين والحسن، أقفال العين القوية منذ الصغر، أقفال العين التي تمرض وتقتل، أقفال العين التي تمرض وتقتل يوما بعد يوم. بسم الله تفتح أقفال العين والحسن في الدماء والأنامل والجسد، في العروق والأعصاب، في العروق والأعصاب والشرايين، في العروق والأعصاب والشرايين. بسم الله تفتح أقفال العين والحسن، بسم الله تفتح أقفال العين والحسن، بصلاتها بسجودها بقيامها بركوعها بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. بسم الله تفتح أقفال العين والحسن في الدماء والأنامل والجسد بصلاتها على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله تفتح أقفال العين والحسن، بسم الله تفتح أقفال العين القوية والحسد، بسم الله تفتح لهم أبواب الخروج في الأنامل والجسد، في أصابع اليدين والقدمين والأنامل والجسد، في مسام الأصابع والأنامل والجسد. بسم الله تفتح لهم أبواب الخروج، بسم الله تفتح لهم أبواب الخروج، بسم الله تفتح كل عقدة كبيرة في الأقدام، كل عقدة كبيرة في الكعبين والساقين والأقدام. بسم الله تفتح كل عقدة كبيرة، عقدة العين والحسد والأقفال، عقدة العين والحسد والأقفال في الأقدام، لتعطيل الشفاء وتعطيل الخروج، لتعطيل الشفاء والصد من الخروج، والصد من الخروج. بسم الله تفتح أقفال الحسد في الدماء والجسد، في الدماء والجسد، في البطن والجسد. بسم الله تفتح أقفال العين والحسد في الأصابع والجسد، في الأصابع اليدين والقدمين تفتح العقد كل عقدة. بسم الله تفتح كل عقدة في الأنامل، بسم الله تفتح كل عقدة في الأنامل، اليدين في الأنامل، في أصابع اليدين والقدمين، وفي المفاصل الصغيرة والكبيرة تفتح كل عقدة كبيرة، عقدة السحر وعقدة العين. بسم الله تفتح عقد العين القوية الكبيرة، وعقد العين الحاسدة المعقودة التي عقدتها الشياطين منذ 20 سنة وثلاثين سنة وأربعين سنة. بسم الله تفتح كل عقدة عقدتها الشياطين في دمائها وعصبها بالغفلة، 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 أو بالعين القوية التي تجدد، والعين المستمرة، والعين المستمرة، والعين الحارة الباردة، والعين التي يتقوى بها الشياطين، والعين المستمرة عليها، المستمرة عليها الحارة الباردة، والعين المتراكمة في دمائها وجسدها ظلما وعدوانا، والعين التي تتراكم في جسدها ابتلاء من الله العظيم، ابتلاء لها من الله. بسم الله تفتح العيون المتراكمة في عيونها وفي دماغها، بسم الله تفتح العيون المتراكمة في عيونها ودماغها، بسم الله تفتح العيون المتراكمة في دماغها وفي الدماغ والأعصاب وفي الأطراف وتخرج العيون. بسم الله تفتح الأبواب وتخرج الأرواح الخبيثة من أصابع اليدين، بسم الله تخرج الأرواح، بسم الله تخرج الأرواح الخبيثة من أصابع اليدين والقدم بسرعة الآن، بسم الله تخرج الأرواح، بسم الله تفتح لهم أبواب الخروج، بسم الله تفتح لهم أبواب الخروج من أصابع اليدين والقدمين، بسم الله تفتح لهم أبواب الخروج، بسم الله تفتح لهم أبواب الخروج لمن أراد الخروج، لمن أراد الخروج، بسم الله تفتح لهم أبواب. بسم الله تفتح لهم أقفال الحسد والعين في الدماغ والناصية والوجه والعين وبين العين والحاجبين، بسم الله تفتح كل عين قوية في البطن والصدر، بسم الله تفتح كل عين قوية في البطن والصدر، بسم الله تفتح كل عين قوية في البطن والصدر، بسم الله تفتح كل عين قوية في البطن والصدر. أعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر أعين الحاسدات والحاسدين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر أعين الحاسدات والحاسدين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر أعين الحاسدات والحاسدين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر أعين الحاسدات والحاسدين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر أعين الحاسدات والحاسدين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر أعين الحاسدات والحاسدين، أعيذك بكلمات الله التامة من شر أعين الحاسدة والمعجبة
وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين الحاسدة الحاسدة والمعجبة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين الحاسدة 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 والمعجبة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العيون التي أصابتك من الممسوسات والمسحورة والمسكونة بالأبانس والشياطين، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العيون الممسوسات والمسحورة والمسكونة بالشياطين والأبانس، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر عيون العجائز التي أصابتك منذ الصغر وفي الصبا ومنذ الصغر، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العيون، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين الحاسدات والحاسدين، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تستقر في الدماغ والذكاء فتمسح، التي تستقر في الذكاء فتمسح، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تستقر في الذكاء فتسحق، التي تستقر في الذكاء فتسحق، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تستقر في الصدر والقلب فتضيقهما، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تستقر في الظهر وفي الأكتاف وتثقلهما كأنما جبل على جسدك، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الألم في أسفل الظهر والأوراك، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة والألم والأوجاع، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الانتفاخ في البطن والمعدة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الألم في المظاهر والأرحام والعورات، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تسبب الثقل في الأوراق والركبتين والساقين والقدمين وتؤثر في المشي، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تثقل الركبتين والساقين والقدمين وتؤثر في المشي، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تمرض، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تمرض يوما بعد يوم، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين الحارة والباردة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين المسمومة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين المتراكمة في الدماء والأعصاب والجسد وفي العروق وفي الأعصاب وفي الجلود والدماء والجسد، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين التي تسبب النفور في الدين والصلاة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تجعلك عصبية منفعلة عصبية غاضبة بين أختك غاضبة على أختك وأمك، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تجعلك عصبية في وجه أمك وأختك، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تجعلك غاضبة منفعلة كالنار المشتعلة وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تجري في الدماء والأعصاب وتجعلك عصبية، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تستقر في العظام والمفاصل، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تستقر في العظام والمفاصل وتمرضهما، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين التي تستقر في العظام والمفاصل، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين المحروسة، في الدماء والأعصاب، من شر العين المحروسة في العقل، والمحروسة بالأبانس والشياطين، والموكل بالشياطين يحرسونها، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين المحروسة، والتي تجدد، ومن شر العين المستمرة، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر العين. من شر الأعين الحاسدات والحاسدين، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر الأعين، بسم الله تبطل كل عين كبيرة في البطن، بسم الله تبطل كل عين في البطن وتسبب الآلام في الرأس، بسم الله تبطل كل عين في الصدر وتسبب الآلام في البطن، بسم الله تبطل كل عين في الذكاء وتسبب النسيان وعدم التركيز، بسم الله تبطل كل عين في الرأس وتسبب الآلام والأوجاع،
وجاع في الدماغ والرأسي. بسم الله تبطل كل عين في الأكتاف في الأكتاف والصدر وتزكو الآلام في الكتف الأيسر. بسم الله تبطل كل عين قوية قوية أصابت على ظهرها وصدرها. بسم الله تبطل كل عين قوية أصابتها في العمود الفقري وفي ظهرها وأسفل الظهر. بسم الله تبطل كل عين قوية أصابتها في البطن وتؤثر في المشي. بسم الله تبطل كل عين قوية تزكو الانتفاخ والأوجاع في البطن. بسم الله تبطل كل عين قوية. بسم الله تبطل كل عين قوية. بسم الله تبطل كل عين قوية. بسم الله تبطل كل عين قوية تؤثر على شخصيتها وتمرضها. بسم الله تبطل كل عين قوية تدخل الأكتاف والركب والساقين والقدمين والكعبين. بسم الله تبطل كل عين قوية قوية نافذة في البدن. نافذة دخلت وتسلت على حين غفلة واستقرت في مكان في جسدها. بسم الله تبطل كل عين استقرت منذ سنين طويلة في الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل. بسم الله تبطل كل عين قوية. بسم الله تبطل كل عين قوية تستقر في فم المعدة. بسم الله تبطل كل عين قوية تستقر في فم المعدة وتغلق لها شهية الأكل. بسم الله تبطل كل عين قوية تستقر في فم المعدة. في فم المعدة تستقر كل عين قوية. بسم الله تبطل كل عين قوية تستقر في فم المعدة وفي المعدة. بسم الله تبطل كل عين قوية قوية معقودة معقودة في بطنها. بسم الله تبطل كل عين قوية معقودة معقودة في بطنها. بسم الله تبطل كل عين قوية. 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 بسم الله تبطل كل عين قوية في الجلود. بسم الله تبطل كل عين قوية محروسة. بسم الله تبطل كل عين قوية 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 في الجلود والدماغ والأعصاب. بسم الله تبطل كل عين قوية تستقر في الدماغ والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل. بسم الله تبطل كل عين قوية أصابتها منذ الصغر. بسم الله تبطل كل عين قوية قوية الآن. بسم الله تبطل كل عين قوية. بسم الله تنحل وتفك وتفتح كل عين قوية تحيط حول جسدها تمرض جسدها وتحيط حوله. بسم الله تبطل كل عين قوية تمرض جسدها وتعطل كل شيء. بسم الله تبطل كل عين قوية مدمرة وتقتل وتمرض. بسم الله تبطل كل عين قوية حول جسدها وتعطل لها كل شيء والخير. بسم الله تبطل كل عين قوية معقودة في فم المعدة والمعدة كلها. بسم الله تبطل كل عين قوية معقودة في القفص الصدري. بسم الله تبطل كل عين قوية معقودة بعقدة كبيرة كبيرة وتفرعت حول الجسد. بسم الله تبطل كل عين قوية قوية وتخرج الآن بسرعة. بسم الله تبطل كل عين قوية وتنحل وتفك وتفتح وتبطل وتخرج كل روح خبيثة. بسم الله تبطل كل عين قوية وتخرج كل روح تخدمها. بسم الله تفتح كل عين قوية حول جسدها والبطن. بسم الله تفتح كل عين قوية حول الأكتاف والظهر. بسم الله تفتح كل عين قوية حول الأكتاف والذراعين والمرفقين والكفين والأصابعين والظهر. بسم الله تفتح كل عين قوية في الكتف الأيسر والجهة اليسرى. بسم الله تفتح كل عين قوية في الكتف الأيسر والجهة اليسرى. بسم الله تفتح كل عين قوية في الرجلين والساقين والقدمين والركبتين. بسم الله تفتح كل عين قوية وتبطل وتسحق. بسم الله تسحق كل عين قوية آلتها منذ سنين. بسم الله تسحق وتنسف. بسم الله تنسف كل عين قوية. بسم الله تنسف بإذن الله الواحد القهار وبكلمة الله وبأسماء الله وبقول الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ويسألونك عن الجبال. هذه العين القوية كالجبل في جسدها تحيط حول جسدها وتعطل لها كل شيء. معقودة إنها كالجبال. عين ما بطلت بذكرها بصلاتها. عين قوية رغم أنها تصلي وتسجد وتركع وتعبد الله إلا أن هذه العين تحيط حول جسدها كالجبل وتؤذيها وتعطلها لها كل شيء رغم أنها تسمع الرقية وترقي وتقرأ وتسبح وتصلي وتركع وتسجد لله رب العالمين إلا أنها عين قوية. بإذن الله تبقى عين قوية حتى تبطل بإذن الله الواحد القهار. هذه العين القوية التي كالجبل على ظهرها وجسدها على رأسها. إن عين تدمر كل ما عندها من القوة وتشتت تركيزها والصبر. هذه العين القوية التي تقنطها من رحمة الله. إنها عين تقنطها من رحمة الله تجعلها تقنط. تأتيها ويأتيها القنوط من العلاج
ويأتيها القنوط من الشفاء، إنها عين، إنها العين القوية التي تجعل الإنسان ينتحر، التي تجعل الإنسان يمرض أو يموت. إنها العين، إنها العين التي تدمر كل شيء بإذن ربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث أمتي كلهم يموتون بالعين، والعين من قدر الله تبارك وتعالى. إنها العين القوية، إنها العين القاتلة، إنها العين القاتلة. اسكت اسكت عدو الله، أخزاك الله ولعنك، اسكت. عندما يتكلم المؤمنون يسكت المنافقون، اسكت أخزاك الله ولعنك. إنها العين القوية التي دمرت جسدها منذ سنين، منذ سنين بإذن الله تبارك وتعالى. ذلك بإذن الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، كل هذا بإذن الله، ولو شاء الله ما أذيتموها، ولكن بإذن الله. هذا بإذن الله تبارك وتعالى، هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الله سلم، ما زالت تقف على رجليها، ما زالت مؤمنة صالحة وتنتظر رزقها، ما زالت مؤمنة محتسبة عند الله رب العالمين، ما زالت ترقب الخير وتأمل الخير، وتعرف هي علم اليقين أن الله سيشفيها شفاء لا يغادر سقما، بأن الله سيكرمها وسيعوضها على كل ما ضاع منها. إن الله سيعوضها تعويضا كبيرا بإذن الله تبارك وتعالى. فكل ما قدره الله فهو خير لها، وهو خير لها وخير كبير. بسم الله تبطل كل عين كالجبال على جسدها وتنسف بإذن الله الواحد القهار. بسم الله تبطل العين وتحرق، بسم الله تبطل وتنسف، وتنسف العين التي تحيط حول جسدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ويسألونك عن الجبال، 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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. بسم الله تحترق العين القوية، تحترق وتشتعل نار، نار نار، وتشتعل نارا عظيمة، نارا قوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فيه نار فاحترقت،
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، 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 العين القوية التي تحيط حول جسدها وتعبر كل شيء، إنها العين، إنها العين التي تقتل أو تمرض، إنها العين المدمرة. اللهم يا سريع الحساب، اللهم يا سريع الحساب، اللهم يا سريع الحساب، اللهم يا سريع الحساب، اللهم يا شديد العقاب، اللهم يا شديد العقاب، اللهم يا شديد العقاب، اللهم يا سريع الحساب، اللهم يا شديد العقاب، اللهم عليك بشيطانة العين، اللهم عليك بالروح الخبيثة، اللهم انزل عليها العذاب فوق العذاب، اللهم انزل عليها العذاب فوق العذاب، اللهم انزل عليها العذاب فوق العذاب، عين قوية تستقر في البطن، اللهم انزل عليها العذاب فوق العذاب، العذاب فوق العذاب، عن اليمين عذاب، عن الشمال عذاب، في الظهر عذاب، في البطن عذاب، في الاطراف عذاب، في الدماغ عذاب، اللهم انزل عليها العذاب فوق العذاب، اللهم انزل العذاب فوق العذاب على شيطان العين، العين القوية في البطن، العين القوية في البطن، شيطان العين يتقوى في البطن، يجدد العقد في البطن، يتحصن في البطن، يجدد العقد في البطن، يمرض في البطن، يمتلك البطن، يتقوى في البطن، يتقوى في البطن سنين سنين، يتقوى في البطن سنين سنين، كل عين آذتها تدخل إلى البطن، كل عين آذتها تستقر في البطن، كل عين دخلت إلى جسدها تنزل إلى البطن، كل عين قوية تنزل إلى البطن، كل عين قوية تنزل إلى البطن، تمرضها في البطن بالآلام والأوجاع والانتفاخ في المعدة، في فم المعدة عين قوية، في فم المعدة عين قوية، عين قوية، عين قوية لضعف الشهية،
عين قوية لضعف الشهية، عين قوية لضعف الشهية، عين قوية لضعف الأكل، عين قوية لضعف الشهية، عين قوية لضعف الأكل، عين قوية لضعف الشهية، عين قوية لضعف الشهية. والتمريض عقدة التمريض في فم المعدة، عقدة التمريض بسم الله تبطل، عقدة التمريض في المعدة، عقدة التمريض من العين بسم الله تبطل، عقدة التمريض من العين في فم المعدة لغلق الشهية لضعف الشهية. بسم الله تبطل عقدة التمريض في فم المعدة، بسم الله تبطل عقدة العين، عقدة العين والتمريض، بسم الله تبطل عقدة العين للتمريض في فم المعدة لضعف الشهية، لضعف الشهية وقلة الأكل لقتلها يوما بعد يوم، لقتلها وتمريضها يوما بعد يوم، لتفقد كل شيء في جسدها، لتفقد رونقة جسدها، لتفقد حيوية جسدها، لتفقد نور جسدها. ضعف الأكل يمرض الجسد، سوء التغذية يمرض الجسد، سوء التغذية يؤذي الجسد، سوء التغذية يؤذي الجسد، فتمرض يوما بعد يوم، فتمرض يوما بعد يوم، فتمرض يوما بعد يوم. بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تفتح كل عقدة في فم المعدة، عقدة العين التي تمرض، عقدة التمريض تفتح في المعدة، بسم الله تفتح عقدة التمريض من العين القوية والحدد القوي، بسم الله تفتح عقدة كبيرة، عقدة العين، عقدة العين التي تمرض منذ سنين سنين سنين، منذ أن كانت صغيرة، استقرت العين، دخلت وتسللت على حين غفلة، دخلت وتسللت على حين غفلة من التحصيل والذكر والقرآن، دخلت وتكونت في البطن وكبرت في البطن وعقدت في البطن، وكبرت وتقوت وتحصلت وبنت الحصون في البطن، عقدة أصلية في فم المعدة، عقدة التمريض، عقدة أصلية في فم المعدة، عقدة التمريض، إنها عقدة العين، إنها عقدة العين والعين حق، إنها عقدة العين والعين حق، إنها عقدة العين والعين حق، إنها عقدة في العروق المعدة، بسم الله تفتح كل عقدة التمريض في عروق في عروق وشعيرات المعدة، تفتح كل عقدة الآن وبسرعة، بسم الله تفتح عقدة العين في عروق وشعيرات المعدة، في عروق وفي جدار المعدة وفي فم المعدة وفي العروق وفي الجلود وفي العروق وفي الشعيرات، تفتح كل عقدة، كل عقدة العين منذ سنين 20 سنة و30 سنة، عقدة التمريض، عقدة التمريض، عقدة قوية في العين وفي العين القوية في البطن وفي فم المعدة، عقدة التمريض، لأن العين حق، لأن العين حق، وتأدت بالعين منذ أن كانت صغيرة، واستقرت في العين، واستقرت العين في البطن بالعقدة الأصلية التي تفرعت منها جميع العقد في الدماء والجسد والأعصاب والعروق والشرايين والأوجة والعظام والمفاصل، لذلك أصبحت العين قوية، وكلما قرأنا عليها قرآنا أو ذكرا وكلما صلت وقرأت تبقى العين هي هي وتتأثر دائما بالعين، ولكن إذا دمرنا هذه العين القوية في بطنها الآن فلن يبقى للعين قائمة في الجسد بعد اليوم أبدا، فستهزم العين، وستهزم العين وشياطينها، وستهزم العين وخدامها وحراسها، وسيهزمون، لأن الله عز وجل يقول، اسمع ماذا يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بسم الله تفضل كل عين في المائدة كل عين قديمة قوية عين قديمة قوية تحصنت ولو قرأت عليها ما تأطلت ولو صلت وسجدت ما تأطلت العين في بطنها وفي المعدة لأنها عين قديمة وقوية عين تحيط بالجسد وعين تتحكم في الجسد إنها العين القوية في فم المعدة تؤثر على جسدها كله من الرأس والذكاء وعين قوية في بطنها وفي المعدة بسم الله تفتح كل عين في المعدة وتنزل إلى ذرع الأقدام بسم الله تفتح كل عين في المعدة وتخرج إلى ذرع الأقدام بسم الله تفتح كل عين بسم الله تنحل وتفك وتفتح بسم الله الفتاح يفتح أقفال العين القوية والحسد في فم المعدة بسم الله الفتاح يفتح أقفال العين القوية في فم المعدة بسم الله يفتح أقفال العين القوية في فم المعدة والبطن في فم المعدة في فم المعدة والمعدة يفتح أقفال العين القوية أقفال العين القديمة القوية بسم الله يفتح الأقفال في المسام والأنام والجسد بسم الله يفتح أقفال العين القوية في الشعيرات تفتح أقفال العين القوية في شعيرات المعدة وفي شعيرات المعدة تفتح أقفال العين القوية بسم الله تفتح أقفال العين القوية في المعدة وفي فم المعدة تفتح وفي الصدر ورقبة الصدر تفتح أقفال العين القوية والحسد بسم الله تفتح أقفال العين القوية والحسد في المسام والأنامل والجسد في العروق تفتح أقفال العين القوية في المعدة في عروق المعدة تفتح أقفال العين القوية أقفال العين القوية والحسد تفتح وتخرج كل روح خبيثة من الجسد وتخرج كل روح من أصابع الأقدام بسم الله تفتح أقفال العين القوية التي تمرض بسم الله تفتح أقفال عقدة التمريض في المعدة بسم الله تفتح أقفال عقدة التمريض في المعدة والقولون وفي فم المعدة بسم الله تفتح أقفال عقدة التمريض والتعقيد في فم المعدة بسم الله تفتح أقفال عقد التمريض في فم المعدة والمعدة بسم الله تفتح أقفال عقد التمريض في القولون وفي السرة بسم الله تفتح أقفال العين القوية المدمرة العين التي تقتل والعين حق العين التي تمرض وتستقر في البطن منذ سنين وفروعها العين التي فرعت منها جميع العقد في الدماغ تسبب الآلام وفي الأطراف تسبب الآلام والأوجاع وعلى الجسد تعطل كل شيء رزقها وعملها وزواجها بسم الله تبطل كل عين قوية.